اسمي زانا وعمري 22 سنة وأنا من شمال سوريا. بعد وصولي إلى مكتب شؤون الأجانب كان علي الوقوف في الصف. أنصح طالبي اللجوء لا يأتوا في آخر الأسبوع لأنهم للأسف لن يجدوا مكاناً للمبيت أو الإقامة وسيقضون لياليهم في الشارع على الأغلب. هنالك ثلاث مراحل تمر بها عند طلب اللجوء. الأولى تبدأ بإعطاء معلومات أساسية عنك مثل الاسم ومن أي بلد أتيت وما هي اللغة التي تتكلمها، وهنا أؤكد بشدة على أن تذكر لغتك الأم. وبعدها يتم إدخال بصماتك، ثم يتم إدخال بصماتك في نظام يسمى يوروداك للتأكد من أنك لم تكن في بلد آخر. والخطوة الثالثة هي الفحص الطبي. عندما يسألونك عن مسائل صحية وعن اللقاحات التي أخذتها في السابق، ثم يسلمونك وثيقة ويرسلونك إلى أحد المراكز. وغالباً ما يسألونك إن كان أحد أفراد عائلتك يقيم في بلجيكا، لكي يتم إرسالك إلى مركز قريب منهم إذا كان المركز القريب قادراً على الاستيعاب. المراكز غالباً ما تكون ممتلئة، ولكنهم يحاولون فقط. خلال المقابلة الأولى في مكتب شؤون الأجانب، من المهم جداً ألا تكذب في ذكر البلد الأوروبي الأول أو البلدان الأوروبية الأخرى التي زرتها قبل بلجيكا، لأنه كما ذكرت لكم في الخطوة الأولى هم يأخذون بصماتك وسوف يرون إن كنت قد أتيت من بلد أوروبي آخر. تحدثنا عن كل التفاصيل ولماذا نقلت من ذلك البلد ولماذا نحن في بلجيكا إلى آخره. أنصحكم أن تختصروا الكلام، هذا مهم فعلاً، لأنك إذا أسهبت سيختصرون المقابلة. من المهم أن تذكر الأشياء الهامة.